بداية السلام عليكم ورحمة الله، تحية الشأن المحلي الطنجي وتحية أيضا الشأن العام الوطني حول انكبابهم على مناقشة هذا الملف وهذه القضية التي بدأت تعرف بملف أو قضية حي بن كيران الحومة الشوك كما يقال، وهو كما يقال غير اسم كفيل، حومة الشوك اسم كفيل على أنه يبين بأن هذه الأرض هذه كان باقي فيها عبارة عن أشواك وكانوا كيعتمروها الساكنة منذ أكثر من 60 سنة ونيف، بمعنى أن هذا الحي هذا ماشي وليد الصدفة أو لأن هذ المواطنين هم عبارة عن أشباح مواطنين ومؤسسات الدولة في هذا الملف، أعتقد بأنهم يقفون على قلب رجل واحد في تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي. كيف ذلك؟ هو أن مؤسسة الدولة مشكورة قامت على تهيئة هذا الحي من خلال البنية التحتية، قامت على إعطاء رخص البناء في هذا الحي، الساكنة الشرفاء قاموا بشراء هذه الأراضي وبنوا عليها بملكياتهم بعرق جبينهم كما يقال، وبالتالي بعد مرور 60 سنة كما قلنا أو أكثر يتفاجأ السكان بأن واحد شركة معينة جات كتدعي بأنهم محتلين لهذه الأرض وكيطالبوا بالإفراغ هذه الناس اللي عملوا بهم دعوة، ويقدر مجموع هذه الدعوة ب20 دعوة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخضم، والشركة المدعية تدعي امتلاك 14 هكتار والحال أنها فقط رفعت 20 دعوة، بمعنى أنها لا تبتغي فقط أنها تفرغ هذه 20 منزل ولكن تبتغي تفرغ ربما بقية المنازل. تعداد المنازل بهذا 14 هكتار يقارب أو يفوق 1700 منزل، بمعنى أن عدد المنازل كثيرة، كثافة سكانية كثيرة، الدولة مشكورة أسست أصول تجارية في هذا الحي، المواطنين خذوا بطائق التعريف الوطنية ديالهم منذ أكثر من 60 سنة، بمعنى أن بطائق تعريفهم بهذا الحي، ضرائب أيضا يساهمون في أداء الضرائب منذ سنوات، وتأسس أصول تجارية بالملايين في هذا الحي، وبالتالي اليوم كنتكلموا على أن المؤسسة الدولة مشكورتان والساكنة عملوا على أنهم يحققوا واحد النوع السلم الاجتماعي. فيما يتعلق بالملفات هذه كنعطيو معلومات في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، فيما يتعلق ببعض التفاصيل في الملفات اللي هي محفوفة بالسر المهني غنحتفظوا بها إلى حين حضوركم المنابر الإعلامية وحضور الجميع في هذه الجلسة العلنية العمومية المعقودة بتاريخ 14/11/2023 بإذن الله تعالى. وحنا كدفاع عن هذه الساكنة متشبتون بحقهم في تواجدهم في هذه الأرض، متشبتون بتملكهم وحيازتهم منذ أكثر كما قلنا من 60 سنة، فلا يعقل بتاتا أننا من بعد 60 سنة تجي واحد الشركة معينة تجي وتدعي واحد الادعاء اللي هو بعيد كل البعد عن حقيقة هذا الملف وهذه النازلة اللي هو تملك هؤلاء الساكنة لهذه العقارات منذ أكثر كما قلنا من 60 سنة. وبالتالي اليوم احنا متشبتين بحق الساكنة بالتواجد ديالهم في الأرض ديالهم. شكرا لك لهذا السؤال، هذا نعطيك معلومات عامة ولكن التفاصيل من بعد غنعطيوها ويكمن الشيطان في التفاصيل. احنا نكبينا على دراسة مجموعة من المعطيات والأحكام القضائية القديمة تعود تقريبا 1967، نكبينا على دراسة الأصل التجاري والرسم العقاري، هناك مفاجآت، هناك أحداث ربما ستغير مسار القضية ككل، هناك حقوق مشروعة الساكنة واللي بلا شك أننا سوف نناضل عليها من موقعنا كدفاع إلى أن تثبت حقوقهم من خلال هذا القضاء الذي نحتكم إليه جميعا، لهذا القضاء الشامخ في بلادنا الحر النزيه المستقل، وهذه هي قناعتنا بإذن الله تعالى. تم تأجيل الملف اليوم؟ نعم تم تأجيل الملف لأن مجموعة من الأساتذة الزملاء ديالنا قاموا بالإدلاء بتنصيبات إلى حين اطلاع على ملف الدعوة وإعداد الدفاع داخل تنسيقية الدفاع من أجل أننا يكون عندنا واحد الرؤية موحدة إن شاء الله من هذا الملف. أستاذ فعلا صاحب شركات من أصول يهودية؟ هذا السؤال هذا أنا غندي لك كرجل قانون غنجاوبك من خلال وثائق الملف وأوراقه وما يظهر من خلال الملف، يتضح بأن هي شركة مغربية يسيرونها وممثلوها القانونيين هم عبارة عن مغاربة، وبالتالي أن السؤال ماشي هو هذا السؤال اللي خصو يتطرح ملي كنتكلموا على واش ان الاصول ديالو يهودي ولا لا. حنا هذه المساله الديانات هي مساله اللي نحترمها جميعا، اي ديانه ديان بها شي شخص هذه لا تعد اشكالا بحد ذاتها، الديانات راه حنا نحترم جميع الديانات، ولكن نتكلم عن من صاحب الشركه، نتكلم عن من الممثل القانوني للشركه، نتكلم عن جنسيته ولا نتكلم عن دينه، لانه شتان ما بين ديانه الشخص و جنسيته. نتكلم عن الجنسية فيما يتعلق ببعض المعطيات الخفيفة نعطيها في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة. طبعا هي شركة أسست من قبل واحد الشخص حتى لا نذكر أسماءه، جنسيته
جنسيه فرنسيه مزداد بالجزائر بحسب الاوراق التي اتوفر عليها وتوفر عليها هيئه الدفاع معي في هذا الملف، وان المسيرين هم مغاربه. مغاربة هؤلاء المسيرين هم الممثلين القانونيين لهذه الشركة، ويحق لأي أحد اللجوء طبعا للقضاء للتقاضي في إطار إثبات حقوقه، كما هم عندهم الحق أنهم يلجؤوا للقضاء باش يثبتوا حقوقهم، كذلك هذه السكينة. وحنا من موقعنا كدفاع دائما ثقتنا كبيرة في القضاء على أنه ينصف دائما المظلومين والمقهورين، وبلا شك أنه سوف يقول كلمته العادلة في هذه المحكمة الشريفة الموقرة من خلال ما نعرفه على هذه المحكمة من قضاء حر ومستقل ونزيه بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لكم.